يا أمان أمان يا جماعة أمان. تماس كهربائي مس مطار المز العسكري، وشي 4-5 مواقع عسكرية أسدية ومنها إيرانية. نبدأ من الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إسرائيلي: أصوات الانفجارات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي. بسبب ماس كهربائي. بكل الأحوال نحن في حرب، والحرب الإعلامية هي جزء من الحرب على سوريا، وجزءها منذ بداية الأزمة السورية قبل حوالي 8 سنوات، وشيء طبيعي أن تشترك طبيعي أنه تشترك كل أسلاك الكهرباء بهذا العدوان. يا خسارة ما في دبكة، الله ستر أنه الماس الكهربائي ما مس مرته لبشار الأسد. ست الكل، كنا ما خلصنا من حيدر سليمان وهو عم بيقول تماث كهربائي وتماث 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 وتماث، ست الكل وتماث كهربائي. يا معارضين الكلب، الكهرباء كتير شوي جاية مثل الصاروخ على المواقع العسكرية. من قوة الكهرباء ضاع شادي. طبعا هيك عدوان كهربائي سافر بده وقفة بطل مثل وزير الكهرباء شخصيا ليحكي ويتفلسف. أنا كما وعدت من أشهر أن صيفنا سيكون مريحا، وعطلة عيد الأضحى ستكون مريحة، وإن شاء الله ما بعد عيد الأضحى المبارك أيضا سيكون مريحا بالنسبة للأخوة المواطنين. كله مريح. ريحت كبال الكهرباء شوي، عملت تماس كهربائي فطار مطار المز العسكري. تريحتين تانيات مثل هي ما بيبقى ولا قطعة عسكرية عندك سيدي الوزير. تريحت كبال الكهرباء في دمشق شغلة فاضية، أبو حافظ معقول يتدخل فيها؟ طبعا لا، ملتهي بإعادة الإعمار لأنه انتصر وصار الوضع بعد ما رجعت تحسنت الأوضاع، وأكيد رح تتحسن أكثر. الحمد لله والله متحسنة فرجة. شو القلعة اليوم تقولي لي؟ أبص الله على القلعة ما أحلاها، وهيك القهاوي حواليها. ما في فرجة والله. أبو عمين جاي. بما أن الوضع صار فرجة، فأول شغلة بنعملها هي زيارة لأنفاق حي جوبر بعد ما نحتنا الجدران بمنحوتات تخلت بطولات الجيش العربي السوري. بنستمر بعملية إعادة الإعمار، دعوة من نقابة مهندسين أبو حافظ لمسابقة لإعادة إحياء القدس بعد جلاء الاحتلال. طبعا بدنا نعمر القدس لأنه سوريا أخطر بلد في العالم لعام 2018. ما في فرجة والله. أبص الله. ودمشق آخر مدينة في قائمة المدن الأكثر ملائمة للعيش. ياي ما في فرجة والله. أبص الله. المواطن السوري عايش تحت خط الفقر بدخل 429 دولار للفرد بالسنة. ياي ما في فرجة والله. أبص الله. شي بشهي وفرجة. لهيك عملية إحياء القدس مقدسة بتحتاج عواميد ومرتكزات، مثل مرتكزات عبد الستار السيد وزير الأوقاف اللي بيفسر القرآن الكريم وفقا للمرتكزات الفكرية للسيد الرئيس في إصلاح الجوار الفنية. لا بك زود علي، ما حدا بيطلع له يزاود عليك، خصوصي بعد رجعة اللاجئين السوريين من الأردن. قمنا على تجهيز هذا التجهيز لإنهاء استقبال العوائل. العوائل حتى اللحظة ما أجوا. ما أجوا ليش؟ نحن ما بنعرف. ما أجوا ليش؟ ما بنعرف. ليش ما أجوا اللاجئين السوريين؟ سؤال محير جدا وما بيخطر على البال. معقول بسبب الفساد؟ في سوريا أقول بكل بساطة ليس لدينا فساد في المؤسسات. طيب ليش ما اجوا؟ حدا بيعرف؟ يمكن ها بسبب التماس الكهربائي. ما اجوا ما بنعرف. ما اجوا ليش؟ وليش؟ يا امان وليش؟ لا لا لا، لدينا فساد في المؤسسات. فساد وليش؟ فساد وليش؟ لا بجد علي. ما في فرجه والله. يي صم على الالعام احلاها.